بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أعزائي متابعين قناة الكمبيوتر، أهلا بكم. النهاردة هنكمل شرحنا لمشاكل الهارد ديسك. أنا في آخر حلقة ما نزلتها في برنامج الفكتوريا وشرحه، تمام. ناس كتير بعتت لي قالت لي إن في الهارد بتاعهم في مشكلة في الهيلث بتاعه. طيب لما اتكلمنا على حاجة اسمها الهيلث، يبقى احنا كده شغالين بالبرنامج اللي هو هارد ديسك سنتيلو، تمام. البرنامج ده مشهور جدا وتقريبا كل الناس عندها الهارد ده. البرنامج دوت البرنامج ده بيشرح لك حالة الهارد وحرارته، تمام، وخواص كتير عن الهارد وموديله والكلام ده كله، تمام. يعني سريع، من غير ما انت تعمل سكان بقى وكلام زي كده. هو اول ما بيفتح البرنامج بيبين لك ايه الامكانيات بتاعة الهارد. طيب احنا جايين، طب انت جاي تشرح ايه النهارده يعني جديد في البرنامج؟ احنا جايين النهارده نشرح ان انت دلوقتي لو هتشتري هارد جديد، تمام، ازاي يعني تاخد بالك من الحاجات المهمه من الراجل اللي هيوريها لك اول ما يفتح لك البرنامج دوت، تمام. تاخد بالك من ايه؟ تاني حاجه ان انت البرنامج دوت يعني ثقه ولا مش ثقه، ماشي. اول شيء هنشرح ان هو البرنامج، ندي برضو معلومة سريعة. البرنامج دي صفحته، تمام، بيجيب لك ان هو عندك خيارات، بيجيب لك التمبر الحرارة يعني بتاعة الهارد والسمارت والانفو وموديله وسنة كام والكلام ده كله، كلام معروف كله يعني، تمام. بيجيب لك هنا الهيلث اللي هو المفروض حالة الهارد ايه، تمام. هو جايب لك ان هو 100%. طب انا جاي اشرح ايه؟ انا جاي اشرح حاجة مهمة هنا هو اللي هي دي، تمام. دلوقتي يا جماعة، انا لو هشتري هارد مستعمل اهم حاجة ابص عليها بعد الهيلث، تمام، هنا هو اللي هي باور اون تايم، تمام. ولو خلينا البرنامج بالعربي، تمام، وجينا هنا اهو خلينا البرنامج بالعربي، تمام، وقلنا اوكي موافق، هيقول لك الطاقة في الوقت المناسب. هو هنا جايب لك 5 ايام، نرجعها بس انجليزي عشان نفهم، تمام. هو هنا جايب لك ان هو مش شغال، اشتغل يوم واحد، ما اشتغلش ولا يوم، اشتغل 5 ساعات. طيب انا لو لقيت الهارد بالحالة دي يا جماعة، اوعى اشتري، تمام، اوعى اشتري. ليه؟ لان الهارد ده مادام الهارد مستعمل، لازم لو انا هشتري هارد مستعمل لازم يكون عدى عليه على الاقل 50 يوم، تمام. الهارد ده يا جماعة مرفوع له الهيلث بتاعه او كان فيه مشاكل واتصلحت، تمام، يعني كان عليه بدات واتحجمت او اتحجم منه ومشكله في الهيد اتعملت، تمام. والكلام ده كله بيتعمل بجهاز اسمه سيلفيجن، تمام. ده جهاز بيدفع له فلوس اشتراك سنوي بالدولار، تمام. فالهارد ده يا جماعه مرفوع له الهيلث بتاعه، الهارد ده كان فيه مشكله واتصلح، تمام. لازم نعيد المعلومه تاني، لازم اما يجي اشوف الهارد هشتريه مستعمل، لازم الهارد يكون اللي هي باور اون تايم ديت، لازم يكون عدى عليه على الاقل 50 يوم، اقل من كده ما اشتريهوش، تمام. دي اهم حاجة. طيب الهارد ده نشوف حالته. هو الهارد ده يا جماعة يعني مرفوع له هيلث، وانا اللي رافع له الهيلث بتاعه، تمام. ولو جينا عملنا سكان كده هو فول سكان، تمام، يعني هو كان فيه مشكلة في السمارت بتاعه، تمام. كان شغال على دي في ار، والدي في ار يا جماعه لو انت هتشتري هارد للدي في ار، تمام، انصحك ان انت تشتري هارد بيربل اقل، يعني غير كده هتواجه مشكله، تمام، لان البيربل دوت هو اللي مسؤول. لو جينا عملنا هنا كده فول سكان كويك، هنشوف برده سرعته، تمام، الهارد شغال زي الفل ما فيهوش اي حاجه، تمام، بس مرفوع له هيلث. الهارد ده يشتغل معايا كمبيوتر كويس، تمام، بس لو اشتغل على ديفا اور على الكاميرات مراقبة يعمل مشكلة، تمام، لان هو مرفوع له هنا هوت في السمارت. ال3 خيارات دول مسؤولين على دول بيبقوا مسؤولين في الهارد لو هو هيشتغل. لو احنا بصينا عليهم كده هنلاقيهم صفر ومتصفرين، مش عليهم اي حاجة خالص، تمام. دول مرفوع لهم الهيلث بتاعهم، ماشي. طيب البرنامج ده ثقة، يعني انا اثق فيه لو انا يعني بتعامل بقى على جهازي والهارد بتاعي، تمام. الثقه اللي انا اثق فيه ان هو جايب لي الحاله صح. طيب هقول لكم يا جماعه النهارده هوريكم عامل البرنامج ده ثقه ولا مش ثقه، ماشي. اول حاجه هندوس كده هو كليك يمين على مانجر، تمام، وهندوس
ندوس كده اهو ديفايس مانجر، ونيجي على الهارد ديسك وندوس كليك يمين تمام، وندوس ايه ان انستول تمام. لازم نكون صف يعني مش فاتحين اي حاجة في الهارد عشان يقفل معانا من غير ما هو يطلب ريستارت تمام. وهنشيل الهارد ونوصل هارد تاني. طيب هنشيل الهارد ازاي؟ بنفك كابل الباور، بعد كده كابل الداتا تمام. بنفك كابل الباور بعد كده كابل الداتا، وهنركب دلوقتي هارد تاني تمام، ونشوف الهارد دوت البرنامج هيقرا معانا ايه وهيشتغل ازاي تمام. هنوصل كابل الداتا بعد كده كابل الباور ماشي. ده ترتيبهم يا جماعة، واحنا بنفك الهارد بنفك الباور الاول تمام، بعد كده كابل الداتا، بعد كده واحنا بنركب الهارد بدل هنوصل كذا هارد والجهاز شغال، يعني هنوصل الجهاز فتح على الويندوز، بنركب في الاول كابل الداتا بعد كده كابل الباور ماشي. الهارد قرا معانا اهو تمام. هنيجي نشوف البرنامج تمام. هو ده يا جماعة هارد ديسك ويسترن تمام 320 بلاك، ده هارد ديسك ويسترن 320 بلاك. طيب هو الهارد هو مدينا ان هو الهيلث بتاعه 100% وشغال بقاله 300 بقاله 553 يوم تمام، والهارد تمام. طب نيجي نعمل كده في نفتح الفيكتوريا نشوف الهارد ده حالته ايه، السمارت بتاعه تمام جود اهوت ومفيش اي مشكلة تمام. نيجي هنا اهوت نعمل، لا نخليه سكان بطيء تمام، نشتغل كده هنلاقي الهارد عد معانا بدات اهوت، وهيبدأ يعد معانا ايه بدات. طيب دي كده بيبين لنا ان البرنامج ده يعني في مشاكل تمام. البرنامج ده يا جماعة ايه مشكلته؟ البرنامج ده انه مشكلته ان هو ما بيديش قراية صحيحة مع بعض الموديلات. بعض الموديلات زي يعني زي اي هارد اس اس دي تمام، زي اي هارد زي الويسترن ديجيتال البلاك بيعمل معاه مشكلة تمام، ما بيقراش الهيلث بتاعه كويس صح. زي السجيت اللي هو التخين، مش السجيت الرفيع السليم، لا السجيت التخين، مش السجيت البركودة، السجيت اللي هو الموديلات القديمة التخين بيعمل معاها مشكلة، لا سوري يا ربي، السجيت الرفيع البركودة بيعمل معاه مشكلة، أنا آسف، السجيت الرفيع بيعمل معاه مشكلة. السامسونج تمام بيعمل معاه مشكلة كبيرة جدا، بيقرا الهيلث بتاعه ضعيف جدا وكده اهوت. طيب هنشيل الهارد، احنا دلوقتي فصلنا الهارد وهنوصل هارد تاني ماشي. ده هارد هنوصله 2 تيرا ويسترن برضو اخضر، حطينا برضو كابل الداتا بعد كده كابل الباور، وهنيجي هنا هو تمام مانجر ديفايس مانجر، نعمل سكان على الهارد ديسك هنا هو تمام. الهارد ديسك بدأ يقرا معانا اهو تمام. نيجي نفتح البرنامج، اوبا انت اول ما تشوف الرسالة دي هتلاقي نفسك انت ايه ده، ده الهارد ده ميت يا جدعان وبايظ خالص وكده اهو. طيب الهارد ده برضو زي ما احنا قلنا تمام، هنيجي نعمل كده عليه سكان بالفيكتوريا تمام. الهارد ده يا جماعة اهو تمام، مبدئيا عليه ويندوز تمام وعليه داتا ماشي. الهارد ده بتاعي بتاع الجهاز بتاعي التاني اللي هو بحط عليه الالعاب يعني وكده اهوت، اللي بطلع من عليه الالعاب ماشي. ونيجي هنا الهارد ده هارد ويسترن ديجيتال اخضر تمام. الهارد ده يا جماعه في لو جينا هنا اهوت وجينا في السمارت هنلاقي السمارت جود، بس جينا لو جينا في الثلاث اختيارات دول اللي هو بتاع الكاميرا هنلاقي ان هو جايب لك عليهم بالاحمر هنا ان هو فيه مشكله تمام. لو جينا عملنا سكان كده تمام، الهارد هتلاقيه شغال تمام. هتعمل سكان نجري، احنا قلنا واحنا بنجري كده اهوت لو لقينا لو الهارد عليه بات سيكتور او اي حاجه تمام الهارد هيقف مش هيشتغل معانا تمام. لو احنا زي ما احنا شرحنا في الفيديو الكليب اللي فات تمام، ولو جينا عملنا كده كويك اللي هو على السريع تلاقي الهارد شغال معانا تمام تمام. عدى اهوت 100 جيجا 120 تمام.
شغال تمام مفيهوش اي مشكلة. طيب احنا لو جينا هنا ورجعنا تاني في السمارت تمام، وجينا بصينا هنا هنلاقي في الاختيار ده تمام، هنلاقي جايب لك اللي هو ايه 515 تمام. ولو جينا هنا اهو تمام فتحنا البرنامج هنلاقي جايب لك ان هو فيه بدات 515 تمام. فالبرنامج ده يا جماعة مش يعني مش ثقة في كل حاجة، يعني مش هنقدر ان احنا نعتمد عليه تمام. هو زي ما قلت لكم كده ان هو مع الهاردات اللي فوق الوان تيرا بيهيس كتير، بيجيب مشاكل تمام. بس يعني هو عملي، يعني انا ممكن اثق فيه لو هارد ويسترن ازرق او هارد ويسترن اخضر، هارد توشيبا، هارد هتاشي تمام، بيجيب لك المشاكل وانا يعني بنسبة 90% بيبقى صح تمام. بس فانا مش عاوزكم تخافوا من اما تشوفوا حاجة زي كده تمام. ليه؟ علشان انتوا اهم حاجة ان انتوا تشوفوا المشكلة دي. طب انت احنا اما هنا جينا في الفيكتوريا تمام، وجاب لنا ان هو الهارد ما فيهوش مشاكل خالص تمام، الهارد شغال وما فيهوش مشاكل وما عليهوش ولا باده، يعني انا عامل له سكان كذا مره من اوله لاخره ما عليهوش ولا باده تمام. ايه المشكله ديت؟ حاجه بسيطه جدا كده، في حاجه اسمها ام بي ار في الهارد تمام. الام بي ار ديت دي بتبقى مسؤوله باختصاصات كتير في الهارد، اللي هي اختصارها يعني اختصار ماست بوت ريكورد للهارد. دي بتبقى فيها حاجات كتير قوي، بيبقى فيها سوفت الهارد، بيبقى فيها حاجات تخص الهارد كتير تمام. ممكن نعمل لك حلقة كبيرة لوحدها، ان دي ممكن ناخد فيها ساعة ماشي. دي الهارد ده برضو زي ما احنا قلنا كده، الهارد ده يشتغل معانا كمبيوتر كويس تمام، كمبيوتر ما فيهوش اي مشكلة، بس ما يقدرش يشتغل معانا دي في ار. ليه؟ لان المشكلة بتاعت السمارت بتاعته تمام، المشكلة اللي في السمارت بتاعته في الاختيارات التلاتة دول تمام، دول دايما بيبقوا مشكلة دي في ار. الهاردين اللي انا وريته لكم الاخرين دول كانوا شغالين في دي في ار تمام، واحد اترفع له سوفت وواحد ما اترفع لهش سوفت تمام، علشان يبقى ايه يقرا معاك كويس، بس ككمبيوتر يشتغل معاك كويس. فانا انصحك ان انت قبل اي شيء تجرب الهارد بتاعك على الفيكتوريا تملاه تمام، طول ما هو شغال معاك كويس وما فيهوش اي مشكلة ما يهمكش البرنامج دوت جاي معاك ايه. لان انت لو انت هاردك اس اس دي او هاردك فوق الاتنين تيرا هيعمل معاك مشكلة تمام. مش عاوزكم تقلقوا، وان شاء الله زي ما احنا متفقين مع بعض كده اهوت، اي حاجة انتوا عاوزينها تبعتوها لي في الصفحة عندنا بتاعت الفيس. واشكركم على الدعم اللي انتوا دعمتوه ليا، ورب تكونوا مستمتعين، وان شاء الله يبقى في حاجات كتير حلوة ان شاء الله انا بجهزها لكم.